حياك حياك. نورتي بيتك. البيت كله تحت امرك، ومن باكر ان شاء الله اجيب لك وحده تعاونك بشغل البيت. هي غرفه اللي بقعد فيها. ما ادري، على راحتك. اختاري الغرفه اللي تعجبك وقعدي فيها. الحين ليش متضايقة وزعلانة؟ في بنص القصة شيء مفقود ومو قادرة أعرفه. شنو بيكون؟ أم هارون ما تجذب، وأنت قلتي لها بنطق باب باب لين ما تعرفين الجواب. خلاص أم هارون قالت ليش ما أعرف يعني ما أعرف. زنوبة طلعت من الملجأ وأنا عارفة أنها ما راح تطلع منه أبد إلا بولي أمر يحاتيها ويباريها ويدير بالها عليها، وهي ما عندها أحد. ولا عرفت أنك أنت اللي مطلعها؟ شلون؟ أنت ما طريتي هالسالفة لا لأنك شاقة بشيء. قولي لي، وين خذتش تفكيرك وظنونك؟ كنت متزوجة معها. تعال، هذا شلون طافتني؟ أبوي ما كان يثق اللي فيها، فأكيد قال لها كل شيء. منو؟ مريم. مريم؟